هل ستثبت تونس للعالم بأنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من الإفلات من السقوط في فخ الربيع العربي؟ التونسيون مصرون على المضي قدماً ورفع التحدي من خلال وضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. إنهم لا يرغبون في تكرار تجربة التصويت العقبي التي اعتمدوها في انتخابات 2011 والتي أوصلت حزب النهضة إلى الحكم. نعتقد أن هناك نوع من المزاج العام لدى عموم التونسيين، وهو أنه يجب بالنسبة لأصواتهم أن لا تذهب سدى مثل ما ذهبت في انتخابات 2011، ولذلك نعتقد بأنه ثم إمكانية في بما يسمى التصويت المفيد أو التصويت العقابي. ويستعد حزب نداء تونس الذي يضم ليبراليين ويساريين وكوادر من النظام السابق لمنافسة شرسة أمام منافسه الرئيسي حركة النهضة الإسلامية التي اكتسحت انتخابات 2011. إن شاء الله الانتظارات متاع الشعب يكون معناها الانتخابات تكون نزيهة وتكون كما صارت الانتخابات المرة الأولى. احنا عندنا الثقة اللي التونسي واعي معناها مثقف وواعي وكل شيء، إن شاء الله الانتخابات تصير في كنف الشفافية والاحترام. وضحت شكون باش نختار، معناتها سي قررت وننتظر منهم باش يحسنوا الوضعية في البلاد وباش يتنحى الإرهاب وترجع تونس اللي نعرفوها واللي نحبوها، وإن شاء الله ديما تونس بخير. واحدك اللي ينتخب نداء تونس، ونداء تونس بقدرة ربي اللي إن شاء الله يعاون البلاد وإن شاء الله يعاون الزوالي وإن شاء الله يكونوا في أحسن مستويات. وكاو النهضة من جديد، ماذا بين النهضة من جديد؟ النهضة خاطر كانت نزيهة، ما زاد في الحكم وخذ لهم تفضلوا الحكم وتو تحب تعاون، فهمت؟ ظاهرة نزيهة، فهمت؟ في 29 من كانون الثاني يناير تشكلت حكومة تكنوقراط في تونس بقيادة مهدي جمعة بعد أن تخلى إسلامي النهضة عن السلطة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية. الثغرة اللي قعدت في الثلاثة سنوات الأخيرة وخاصة من بعد الثورة هي الجانب الاقتصادي، فكان الجانب الاجتماعي والسياسي والدستوري هذوما ثلاثة جوانب كانوا هما اللي طاغين على الساحة في المشهد التونسي، ولكن تنسينا في بعض الأوقات الجانب الاقتصادي، وإحنا اللي نقولوه كونه اليوم الاقتصاد لم يتنسانا. تحقيق نمو اقتصادي قوي وثابت وزيادة الدخل الفردي وتحسين القدرة الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا هي أولوية المجتمع التونسي. هذه السيدة تقول: العيشة غالية برشا، العيشة غالية ياسر بصراحة، ما عادش خالتين بالكل بالكل، إذا دخلت لعطارك ما تعرفش ولا المجازان، معناها أي مجازان ما تخلطش على الخضرة، إذا خرجت من الخضرة ما تخلطش على اللحم. بصراحة الأسوام غالية ياسر، وجل التوانسة متحيرين تو الموضوع هذا، موضوع الغلاء في البلاد، لكن كو يلزم نرضوا بالأمر الواقع وكو ذيك إلا ما رحم الله قدرة ربي لا بأس إن شاء الله. يلزمنا نكونوا احنا متفاهمين الموضوعية ويلزمنا نكونوا متفائلين مش متشائمين. الانتخابات التشريعية في تونس تشكل أهمية بالغة، حيث سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحية واسعة. بعد نحو 4 سنوات من الثورة ما زال الناس يعانون من غلاء المعيشة، لديهم إحباط من السياسيين وقد عيل صبرهم من وعود قد تأتي أو لا تأتي. سامي فرادي، يورو نيوز، تونس.